فارس اكيد رح يطلب عامر ويطلب منه الطلاق. ليش كل هالقد خايفه منه؟ انا ماني خايفه على حالي، خايفه عليك. فارس عم بيلعب بالنار. شفت شو عم يعمل فارس؟ اعطيني رقمه خليني احكي معه. هيدا الشيء ما رح يصير. ما رح يصير وما حدا بيقدر يوقفه. مستحيل عامر يجي. ما تخاف، ما رح خليه يقرب عليك او يلمس شعره مني. شحاط حالي ما رح اعملها، ما فيي. الجزء الثاني من ما فيي. انت لازم توثق فيه وتصدقني. طب قولي شو بتعرفي، قولي. رح يندم فارس، رح يندم كتير مش شوي. يومياً ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.